طبعا الرب عم بيتكلم عن مثل هون أخ إليا، وكان سؤال التلاميذ ليش بتتكلم بالأمثال؟ هاي كان السؤال اللي وجهه التلاميذ للرب يسوع المسيح. هو الرب نفسه قال لهم أنه في عدد 10 لما سألوا التلاميذ لماذا تتكلم بأمثال، أجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى. وبعدين الرب زود كلمة حلوة قوي، قال: فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. في الأمثال ديت أخ نزار زي ما حضرتك طبعا تعرف، الرب بيشرح حاجة اسمها أسرار ملكوت السماوات. والأول أحب أوضح أن ملكوت السماوات مش هي السماء، لأن الناس فاكرة ملكوت السماوات يعني السماء، طبعا لا، لكن ملكوت السماوات ببساطة شديدة هي دائرة ملك المسيح على الأرض، الملك السري ليس الملك العلني. لم يأتي وقت ملك المسيح العلني في مجيئه الثاني، لكن حاليا المسيح له ملك سري. يعني سري على قلوب البعض. فملكوت السماوات إنجاز التعبير أقول هي دائرة المعترفين باسم الرب يسوع المسيح، بما فيهم مؤمنين حقيقيين وبين مزيفين. عشان كده هتلاقي مثلا في كل الأمثال السبعة اللي الرب ذكرها هتلاقي الجيد والرديء، هتلاقي المزروع على الطريق والأرض الجيدة، هتلاقي الزوان والحنطة إلى آخره. فملكوت السماوات ليست السماء، لكنها دائرة المعترفين باسم المسيح.